السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سوق رمضان ولا معرض رمضان، ما شاء الله وتبارك الله، احنا في شهر شعبان وشهر رمضان المبارك قريب، ما بقى له والو. هنايا في لا غروند ريجون ديال مونريال بزاف ديال الناس بون تطوعا يعني بينيفولمون كيديروا معرض باش يعرضوا فيه بزاف ديال الناس المنتوجات ديالهم، هاد المنتوجات اللي نقدروا نحتاجوهم بمناسبه شهر رمضان الكريم، بحال مثلا اللباس ديالنا التقليدي، بحال الماكولات ديالنا اللي كنحتاجو في رمضان، بحال الشباكيه، بحال السلو، بحال الملويل، مسمن، بغرير مثلا، كاين اللي كيبيعوا كذلك مثلا الصلايات، العبايات للصلاه، البخور، هذوك القنادل، المهم اي حاجه عندها علاقه بشهر رمضان الكريم. اليوم ان شاء الله غادي نرافقكم معايا لمركز الايمان. هذا مركز الايمان، هذا مسجد ما شاء الله كاين هنا في المدينه ديال لافال، المدينه ديال لافال اللي معروفه اللي هي ثالث اكبر مدينه هنا في مقاطعه كيبيك من مورا موريال اي كيبيك. المدينة ديال لافال اللي ما عارفش جاية في لو نور ديال المدينة ديال لافال، جاية في لو نور ديال المدينة ديال مونريال. هاد مركز الإيمان ما شاء الله هو مسجد على باز، مسجد في جهة بيان سور ديال رجال العيالات، وكذلك فيه أقسام لتعليم اللغة العربية والقرآن للشباب ديالنا لوليداتنا، فيه كذلك بوكو داكتيفيتي. المهم ما غاديش ندخل في الديتاي، غادي نخلي إن شاء الله بإذن الله الرئيس ديال هذا مركز الإيمان هو اللي غادي يهضر لكم على كاع لي زاكتيفيتي اللي كيداروا، من أتوليي، من كونفيرونس، من كلشي كلشي، كاع داكشي اللي كيدار. وأون بلوس عندهم أن سيت فيسبوك. المهم ما غاديش نطول في الهضره، نخلي حتى يهضر الرئيس بلوس على هذا المركز. هذا هذا المركز الايمان كل عام كيديروا فيه بحال هكا معرض ديال المنتوجات من شهر رمضان، وكل شيء لفائده المسجد، يعني باش الواحد داكشي اللي مثلا هذوك اللي كيعرضوا مثلا المنتوجات ديالهم كيكريو بلاصه، والكراء ديال ديك البلاصه كيمشي لفائده المركز. مثلا الناس اللي تطوعا كيوجدوا ماكله مثلا باش كيبيعوها للناس، كذلك تمشي للصندوق ديال مركز الايمان. ما شاء الله ما شاء الله، انا سي لا بروميير فوا اللي غادي نحضر. كنت حضرت واحد المره لواحد الامسيه نسائيه فيها الاناشيد الدينيه، هذه المره غادي نحضر لهاد سموه سوق رمضان. وما شاء الله زعما جو سوي با مال سور بين ما شاء الله غادي يكون داك الشيء ما شاء الله. دونك قلت علاش لا، غادي نتقاسم معكم اللي كان باغي مثلا واحد من هاد العيالات يشري من عنده شي حاجه، وغادي نخلي لكم لي كوردوني ديالهم. وكذلك اللي مثلا عاد جات انستالا في المدينه ديال لافال وبغى يعرف فين مثلا يسجل وليداتو اللغه العربيه، ولا مثلا يدير اون اكتيفيتي، ولا راه كاين ميم ان كوميتي دو جون سي ما ميموار اي بون. المهم ما نطولش عليكم، غادي نديكم معايا ان شاء الله نصور لكم. سي سيغ راكم عارفين انا جو ريسبكت انني ما نصورش لي فيزاج ديال الناس باغ ريسبي، لان كاين اللي غادي يبغي كاين اللي ما غاديش يبغي. دونك غادي نحاول ما امكن نصور لكم غير داك المنتوجات اللي عارضين ان شاء الله، والعواشر مبروكه. ونتمنى ان شاء الله اللي كيشوف هاد لا فيديو اللي اول معكم اول مره معكم فاطمه ولا قناه فاطمه بكيبك، صانعه محتوى، كرياتريس دو كونتوني، كنهضر سورتو على هاد المقاطعه ديال كيبك، كل ما يتعلق بهذه المقاطعه وكاع اللي كيهم سورتو الجاليه العربيه المسلمه ولا الناس اللي عاد غادي يجيو يهاجروا. ولا كان عاجبكم المحتوى ديال القناه ما تنساوش تشاركوا،
تفعلوا الجرس بيان سور وتبارطاجيو لو ماكسيموم ان كومونتير كوم سا غادي تشجعوني على انني نقلب لكم على مواضيع كتهمنا وكتهم كاع العرب ديالنا. بوم انا جو بريسيز با غير لي مغربا ولا غير لي ماروكان، مي العرب كاملين المسلمين كاملين، باش كوم سا الواحد يعرف مثلا كنتقاسم معكم هذا الشيء حتى تعم الفائده. دونك ما نطولش عليكم، راه اليوم واحد لا طومبيت دو نيج، مي ما حتى حاجه ما كتكون اوبستاكل، واخا طومبيت راه ولفنا. نرافقوا معايا لهذا مركز الايمان باش نشوفوا هذا سوق رمضان. السلام عليكم. ديجا كنت درت الانترودكسيون على مركز الايمان، هذا سوق رمضان اللي منظمين فيه. من بعد غادي نهضر لكم على لو ديتاي، الناس اللي تطوعا وجدوا شحال حاجه عطاو الايمان، الناس شراو، كاين عاود الناس اللي كيبيعوا اي حاجه غادي نحتاجوها لشهر رمضان الكريم ان شاء الله. دابا معايا الرئيس ديال مركز الايمان اللي هنايا في لافال، ان شاء الله باذن الله غادي يهضر لنا على كاع الانشطه اللي كنديروا في هذا المركز. غادي نخلي الكلمه ليه. السلام عليكم، مرحبا بكم بعداك في سوق رمضان ديال مركز الايمان. النسخه ديالو الخامسه، فمرحبا بالجميع. مركز الايمان تقريبا في تاسس في 2008، في 2008، اذا هو اكثر من 13 سنه هو في خدمه، 14 سنه هو في خدمه الجاليه المسلمه بجميع الاطياف ديالها هنا في كارتي ديال فيمون اوتوي اللي موجود في الشمال ديال لافال. فمن نهار ديال التاسيس كان في الخدمه ديال الجاليه كما قلنا، وعنده واحد الاشعاع كبير دابا في مدينه لافال، وهو من الانشطه ديالو هو التركيز. كان من في الاول كان التركيز على الشباب، فكاين انشطه كبيره ولا كثيره ديال الشباب، كاين محاضرات اللي تيقوموا بهم الشباب بانفسهم، وكاين المدرسه القرانيه ديال يوم السبت اللي تيستافد منها اكثر من 150 طفل، والمدرسه العربيه ديال نهايه الاسبوع اللي تيستافد منها كذلك اكثر من 170 طفل، وموجود كذلك مدرسه ديال التيكواندو، ومدرسه ديال الكره ديال بالنسبه لوليداتنا. فالتركيز كان في الاول وفي الاخير على الشباب، حتى انهم يتسنى لهم اولا يكون عندهم واحد الفضاء فين انهم اولا يعرفوا دينهم، ثانيا انهم يستافدوا منه ويستافدوا من الخبره ديال الناس الجاليه، الناس اللي كاينين في هذه المنطقه هذه. فالمركز هو محلول تقريبا في جميع ايام الاسبوع، تيقوم بالوظيفه ديالو الدعويه والوظيفه ديالو التربويه بالنسبه للجميع، بالنسبه للاطفال، بالنسبه للعائلات، وبالنسبه لجميع الجاليه الاطياف ديالها كلهم كما قلنا. عندنا تقريبا دابا واحد المشروع اللي غادي نقوموا به ان شاء الله الرحمن الرحيم في التهيئه ديالو، اللي هو نادي الشباب اللي غادي يتحل في الاشهر القادمه ان شاء الله الرحمن الرحيم. فغادي يكون هذا النادي غادي يكون نادي نشطوا فيه الشباب، وغادي يكون من اجل ان الشاب ملي يجي للمركز يلقى راسو، يلقى الانشطه اللي تتوافق السن ديالو بالكافيتيريا، بالالعاب الالكترونيه ولا الالعاب العاديه. فهادو بين الاشياء ولا الانشطه اللي تيقوم بهم المركز في هاد المنطقه هذه. هادشي كله نقدروا نلقاوه في لو سيت ديالهم، لو سيت عندهم ان سيت اوفيسيال ديال فيسبوك، غادي نخلي لكم في لابوات دو ديسكريبسيون. اللي كان شي حد من الاباء مهتم انه يسجل وليداته، كما ذكرت راه المركز الايمان كاين في مدينه لافال،
في لاغيف نور ديال المدينه ديال مونريال. دونك كاع الناس اللي في هذه المنطقه ديال لورونتي اللي يقدروا يتسجلوا ويجيبوا وليداتهم، وسورتو كاينين دي زاتولي دي كونفيرونس بور نو جون ادوليسون. المهم غتلقاو كل شيء في لا بوات دو ديسكريبسيون، ولو كونت ديالهم فيسبوك راه كاع كيديروا او فيغ ا ميزور لي زاكتيفيتي اللي غيكونوا. سورتو تبارك الله شهر رمضان قريب على الابواب، غتلقاو فيه كاع البرامج ديال اشنو غادي يكون. شكرا لك سيدي. الله يبارك فيك يا لاله، جزاك الله خير. إذن مركز الإيمان فيه على باز مسجد كما قلت في المقدمة بيان سور للرجال والنساء، فيه عدة أقسام، منهم هذا اللي أنا فيه هو باش بديت دابا راهي جامعين الطوابل. هاد الأقسام هادو اللي كيعلموا فيهم اللغة العربية والقرآن، وكيداروا كذلك ورشات عمل، يعني عدة أنشطة لوليداتنا كوساسوا الصغار ولا الكبار. من بعد غادي ندوز لهذاك سوق رمضان، يعني القاعة أخرى فين الناس دايرين عارضين داكشي ديالهم. بديت بالأخت بشرة اللي هي حنايا، وهادو هما لي كوردوني ديالها، اللي بغا حنينة مثلا يقدر يتصل بها على حسب الوقت ديالها. من بعد عاود غادي ندوز لقاعة أخرى، وغادي نبدا بالأخت مريم. هاد الأخت مريم عندها صالون دو كوافور للنساء تحت هاد مركز الإيمان، وكذلك كتبيع ملابس نسائية بحال اللباس ديال الصلاة مثلا، لي فولار، هادشي اللي غادي نحتاجو للزينة ديال رمضان بحال دوك الأضواء، دوك القنيدلات الصغار، لي بوني، لي طابل ديال الطبلة فيهم دي موتيف ديال رمضان. وكذلك كتبيع حتى هاد المبخرات ولا العود ولا الساعات اللي فيهم الأذان. المهم با مال دو شوز اللي عندهم علاقة مع شهر رمضان. كاين عاود هاد الأخت هادي في الحقيقة ما عقلتش على السمية ديالها، كتبيع لباس تقليدي، قفيطنات، جليلبات، يعني اللي كان مثلا انتريسي. انا عارفه ما شاء الله دابا بزاف ديال النساء اللي منهم انا داك العام حتى انا كنت جبت جليلبات بعتهم، علاش لا، لان سورتو رمضان لا دوموند كثيره وكل وحده ورزقها. وحتى هاد اللباس يعني ماشي ضروري غادي تكوني مغربيه باش تشري هاد اللباس، كنا الحمد لله خوت كاين بزاف مختلف لي ناسيوناليتي اللي كيعجبهم هاد اللباس التقليدي في هاد شهر رمضان، من جليلبه، قفطان، كيمونو، المهم اي حاجه. يعني كنا الحمد لله خوت، يعني واحد كيشري السلعه ديال الاخرين باش كومسا كان يعني كل واحد كيجرب اللباس التقليدي ديال البلاد الاخرى. هادشي اللي بغيت نقول، لان كنا الحمد لله خوت واخوان، الحمد لله جمعنا دين واحد. وتلبسات هادو اللي كانت تبيعات السيده، لبسات زوينين اللي خارجين ديال الوقت، زعما سيتي با ترو شارجي، لبسات تري سامبل باش الواحد ضروري الواحد مثلا يبغي يصلي ولا كانت شي عرضه يلبس هاد اللباس. من بعد هاد الجهه ديال ليبريري افيسان، هاد ليبريري افيسان ما عندهمش محل، ولكن عندهم لو سيت ديالهم اوفيسيال، راه هو اللي وريت لكم في الاول. باش عجبتني هاد لا ليبريري افيسان سي كو اون لين تقدر تشوف كاع لي ليفغ اللي تبغي تشري، و سافا فيغ اون اكتيفيتي مع ولدك، يعني تشري ان ليفغ وغادي توري له مثلا تعلمو اللغة، الحروف، تعلمو مثلا الصلاة، وداكشي كله بحال شكل لعب، يعني دي بوزل الى اخره. انا في الحقيقه فاش كان وليداتي صغار كان خصني حتى نمشي للمغرب عاد نشري، مي دابا تبارك الله كلشي كاين كما قلت لكم، واخا راه كلشي كاين في يعني في يوتيوب ولا، مي سافا فيغ كو ان ليف غادي يكون بحال اون اكتيفيتي مع وليد، مع ولدك ولا بنتك. المهم راه خليت لكم في الاول، راه تقدروا تحبسوا لا فيديو باش تشوفوا لو سيت ديالهم، ولا كتبوا غير ليبريري افيسان الا بغيتوا تشوفوا كاع داكشي اللي كيبيعوا، تقدروا تكومونديو اونلاين. دابا هادو ان كوبل كيبيعوا الزعفران الحر ديال المغرب، لو سافران روج، ولا تيقولوا له لور روج ديال تاليوين، منطقه تاليوين في المدينه ديال اكادير. 5 غرام بور 50 دولار، 1 غرام ب 10 دولار. في الحقيقه طلبت من السيد باش يهضر لي عليه، ولكن فيكو كانت الموسيقى غادي تكون كوبي رايت، دونك غير سجلت عاد من بعد هضرت، زعما سجلت فوق لا فيديو.
من بعد كانت كذلك واحد لا كونسيير ترموميكس حتى هي هضرات على هذا الترموميكس. بون دابا راه الاغلبيه زعما اللي كان باغي ولا محتاجو، انا في حقيقه كنت كونسيير قبل ما دابا ما بقيتش، يعني حتى هي كانت عارضه هذا لو سيرفيس ديالها كوم كونسيير، وكتهضر على هذا سي لي بلوشور اللي كيقطع لنا الخضره. هذه حتى هي اللي مع اون كونسيير كتفسر لشي وحده انتريسي تعرف شنو هو الترموميكس. المهم حتى هي كانت باغمي الناس اللي عارضين المنتوجات ديالها. من بعد هذا سي دو ميي سوفاج ناتوريل بون اللي كان باغي يشري، سي عسل حر تيديرو ديغوستاسيون تما اللي كان باغي يدوق كدوقو، واللي كان باغي راه تيعيط لهم حيت واقيلا هادو دابخي اللي فهمت سي با ماشي عرب ديالنا، ولكن ليسونسييل سي كو تا هما جاو يعرضوا المنتوج ديالهم. مي سي دو فري ميل، يعني ماشي دو فري زعما عسل حر، هادشي اللي بغيت نقول. ميل سوفاج ناتوريل و pour réserver هذا هو لو نيميرو ديالهم، وعندهم ميم لو سيت هو هذا لو سيت ديالهم ruchedor.com. من بعد هادو دابخي اللي فسر لي هذاك السيد، بون مدارس اللي كيعلموا الوليدات اللغه العربيه، في التالي الا كانوا بغاو يديروا مثلا ان كونكور كيتصلوا بهم وهما تينظموا كونكور باش الوليدات يديروا مسابقه في تجويد القران. هادي اس دي او سولي دي زورفلا، هادي جمعيه ديال الايتام، كنت ديجا تهضرت عليها كل عام كندير فيديو عليها. بون هادي جمعيه ديال اللي بغى يتكفل بشي تيم في بزاف ديال البلدان في افريقيا، في لافريك منهم المغرب. من بعد مشيت لقاعه اخرى، هاد القاعه كانوا فيها منتوجات اللي خاصينا لرمضان بحال الشباكيه، بحال البريوات، الفقاس، المسمن، السمن، هادشي كله كيتباع، والفلوس اللي باش تباعوا هاد المنتوجات كيدخلوا للصندوق ديال المركز الايمان لفائده هاد المركز هذا. وما شاء الله كان داكشي غزال كما شفتوا، الحلوه اللي كان بغى يشري شي حاجه راه كيشري. كان ميم كاع احنا غادي نشوفوا بلوتار، كاين الحريره، كاين مثلا اللي بغى يشري ساندويتش، لان الهدف من هادشي كتسارت سارت سارت، دونك بلا ما ترجع لدارك تاكل تقدر تاكل تما سوغ بلاص. كانوا دايرين ان بتي كوان دو طابل، نسيت في الحقيقه ما صورتوش، مي انا اللي دقت دقت الحريره، لان قالوا لي الحريره زوينه، دونك خديت ان بول ديال الحريره ما شاء الله مع تميرات. من بعد كانت هذه الصديقه ديالي اسماء اللي كنحييها، السلام عليكم اسماء هي كانت مكلفه بلي ساندويتش بون دجاج، المهم ان ساندويتش ان فري ساندويتش. مي انا في حقيقه ما كتبليش انني ناكل ان ساندويتش، لان كان عندي شغل اخر نديرو من بعد. وفي الحقيقه ما شاء الله كانوا نساء المتطوعات كانوا في المستوى، كان داكشي تري بيان اورغانيزي تبارك الله عليكم. شرفتوا المراه المغربيه، ما عرفتش حقيقه واش كانوا اخوات اخرين من بلادات اخرين، مي المهم بصفه عامه العيالات كاع اللي كانوا تما تبارك الله عليكم، كو سوا مغربيات جزائريات تونسيات لبنانيات، الحمد لله كنا خوت. هذا عاوتاني شكل اخر ديال الساندويتش كان فيه الطون الى اخره. من بعد شريت شويه، المهم شريت شي بركه، داكشي اللي شريت المهم ديتو باش ما نخرجش بيدي خاويين، وانتهت الجوله ديالي في هذا مركز الايمان. دونك الجوله ديالي تسالت في هذا مركز الايمان، جيسبيغ ان شاء الله لو بارتاج ديال هذا لا فيديو ولا الموضوع يكون عجبكم، باش ان شاء الله عاود نعطيكم موعد ان شاء الله مره اخرى بفيديو اخر ان شاء الله مع تيسير الله. وغادي نختم كما دائما باللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Thank you.